خطيرة كانت، لكن لوجه لاعبينا طمع فيها وسددها بقوة، حاول يلعبها على الطائر اللي كانت مرمى بشكل عالي، حاولنا المرمى خالي. أوه لا زالت، أوه حارس المرمى، أوه كوبل أخطأ بشكل غريب جدا، تهيأت المرمى خالي، لكن لا يورث بتشجيع الأبناء على تشجيع الفرق. هيرة هنا الكرة الآن، أستون فيلا بوسيا دورتموند على بعد 13 دقيقة، رامي الآن بن سبعيني الجزائري، عندي الآن مالن جانب أنتون، رامي مرة ثانية يا بروسيا دورتموند، وصيف دوري أبطال أوروبا دي. مباراة أقيمت في هولندا في روتر، رامي بن سبعين الآن مع بروسيا دورتموند، لا زالت الكرة في الجهة اليسرى، خاطئة كانت هذه من رامي هنا إلى رامي تشان أو أمري تشان، أحد القلائل واجهت هذا الموسم. ما لن يعيدها إلى رامي، لا زالت أنتون، ما عرف يتصرف فيها المدافع، صافرة وخطأ المواقف وبالتالي لم يحسن التصرف. الجهة اليسرى الآن ممكن الهدف، شوف حلوة كانت التمريرة، المنتصف عاد فيها، حذاري من الأخطاء، مالن الآن ممكن تسديدها، واضح سددها لك، هو المقتل المحتسب لم يشر إليه حكم الرابع.